خير، كي صبحتوا لاباس عليكم، كي صبحوا وليداتكم، كي صبحوا رجالاتكم، كي صبحوا ماما امهاتكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نهار جديد وفلوق جديد، نتمنى يعجبكم. كما كتشوفوا البنات، اول حاجه بديت بها هي البانكيك. هنا صراحه ما كنتش معوله ندير البانكيك، ولكن هادشي اللي لقيت. ما صبحش عندي الخبز وعقست غنمشي نجيب الخبز والوقت كيضيع، قلت علاش لا محد ماما باقي ناعسين. لقيت نيت كاينه واحد البيضه، كاين السكر، كاين الفاني، قلت ندير بانكيك. انا البنات درت بيضه ودرت 3 المعالق كبار ديال السكر سنيده، ودرت 2 معالق كبار ديال الزيت، فانيا وخماره، وجوج كيسان ديال الحليب العنبه اي كاس كبير، ودرت 2 كيسان ديال الفورس رطب. صافي نحط لكم مقادير في صندوق الوصف. صراحه البانكيك كيجيني غزال، انا كنضم المقادير ملي كنكون باغا بزاف. انا بغيت دابا غير الفطور وصافي. وصافي صراحه، وغادي تشوفوا كيفاش غنديروا بالطريقه، غيجي بحال معمر بالشوكولات. انا كنديرو ديما صراحه، كيعجبني في الفطور هكذا في الكوتيك. حتى الوليدات الصغار كيحمقوا عليه، انا بعدا ولدي كيحمق على البانكيك بغرير، هادو كيعجبوه بزاف. ورفيت شاركت معكم البنات البانكيك بالتمر، حتى هو كنشاركته معكم. البنات هنا كما كتشوفوا، من بعد ما درت الخليط وحركت مزيان، ما درتش هنايا ملفه كندير ليه كنطحنو، وكما طحنتوش هنايا درت غير هذا الفوي حيت باقي ناعسين ولدي وراجلي باقي ناعسين. صافي وغادي نطربهم مزيان البنات حتى هذا، ونسخن المقيله ديالي. انا كنديرهم في المقله ديال البغرير، ما كيوقع ليها حتى حاجه، زعما تبارك الله كتصايب ليا بغرير كندير فيها لي كريب، كنصايب فيها البانكيك، وكتجي زوينه بزاف. هذاك الشيء علاش غادي ندهنها غير بزبيده ونديرها طيب. صافي هادشي اللي كاين، وزوقوها بحال هكذا. الوليدات كتعجبهم مزوقه، انا كل مره شنو كندير لها، ولكن هاد الطريقه اللي غنوريكم غتعجبكم، حتى الوليدات غتعجبهم، كتجي معمره هكذا بحال معمره بالشوكولاط. صافي من بعد ما طربتها مزيان زدت ليها الخماره حتى الاخير. البنات جيت درتها في المقله، طاح لي واحد شويه تما ولكن ماشي مشكل. صافي درتها وكنقطع عليها شويه ديال الشوكولات، كتجي البنات زوينه، جربوها كتجي بحال معمره من الداخل بالشوكولات. صافي ومي كنحس بها قربت طيب كنقلبها. وهذا هو البانكيك البنات، كما كتشوفوا زوقتهم بشويه العسل من الفوق، دهنتو غير شي شويه بالعسل، ودرت هذوك البنانات حيت طحنت العصير بالبنان، ما درتش اتاي، درت غير العصير، وبقاو لي هذوك هذا وزوقت بهم من الفوق. شوفوا كي كيجي مش جهاد واش وهنا البنات كما كتشوفوا جيت مباشره كنقفض، انا ما كنقفضش كمامي، غير كنضحك معكم. انا قلت لكم يلا نستعدوا، اما صراحه انا ماشي من الناس اللي كنقفض في شغلي، واخا زعما نقضي الشغل وندخل وسط الماء ونصبن، ما كنقفضش. وسبحان الله العظيم ما كيفزقوش ليا الكمام ديالي، وما كنفزكش. شحال واحد كيتعجب من الشغل ديالي، وكانت حتى ماما كتبقى تقول لي قفضي، ولكن من بعد صافي عرفت شغلي كي داير، واخا ما نقفطش ما كنفزكش حالتي. صافي انايا كنضحك معكم وما انايا صراحه ما كتجيني فاش كنقفض، والا الا كان عندي شي كم فهمتوا واسع من التحت كان كيعذبني في الشقاوة هذا. صافي جيت هنا درت شويه جافيل وجيت كنحك في هاد البوطه هادي مسكينه، كنتحسر عليها كتقشرها بوحده مسكينه. جيت هنايا وقال لك زعما ديال تركيا، والله الا زعما الكاليتي ديال تركيا زعما لا علاقه. صافي جيت هنايا غادي نمسح هاد البوطه مزيان، نضرب لها واحد المسحه وصافي، يوميا كنمسحها.
وغادي نجمع الكوزينه. الكوزينه صراحه راك شفتوها، الماعن ما كاينينش، الماعن ديال الفطور هما اللي كاينين وصافي. غادي نجبد الطاجين هو الاول، انا الدجاج درتو كيترخف صافي، وغادي نجبد ديك القزديره نديرها ضروري، الطاجين مش ميطرطقش ليا صافي. الدجاج هنا دايره كيترخف غير كنشلوه صافي ضروري، واخا عندي مغسول بالملحه والحامض ولكن ضروري في الصباح كان ملي كنجبدو كنعاود نغسلو من الثلج صافي. وندير لي العطريه، القزبر، البصل، سكينجبير، قطع شويه القزبر والمعدنوس والبصيله، شويه الزيت، قرع الزيت يلا جبتها معايا الصباح كانت سالت ليا صافي. هو هنا البنات في الكوزينه فطرنا لهيها، واخا دايره هنايا الطابلو هذا فطرنا لهيها حيت ولينا البنات لاحظتوا درت اللحاف. البنات سولوني قايس انا واش درتي اللحاف، جبتو البنات لهنايا صراحه الدار كترول ليا فصافي عجبتني، قلت راه ندير اللحاف هنا. صراحه كنت غادي نشري ثلاثه ديال الكراسه ولكن قلت علاش غادي نشري الكراسه ونعمر عليا الدار عاوتاني دوك كراسات البلاستيك دغي كيتهرسوا. قلت صافي هاد اللحاف هذا اصلا انا ما عنديش هاد الحوفه ديال وسط الدار، ماشي دوك الحوفه الماركه المزيانين بحال الصاله، الصاله مازال شريتهم ديال البصمه، هادو غير الحوفه عاديه. قلت علاش غادي نبقى نضيع في الفلوس ونشري، وهذا خلي معتمد ان شاء الله دوك الفلوس اللي غادي نشري بهم كراسه، وهذا خلي ان شاء الله ملي تقاد الامور نشري ليه شي ناموسيه ولا نشري ليه بعدا غير كوفر اللي نطلق عليه في داك اللحاف اللي بقى. وما عرفتش صراحه الباب غادي يجيني غالي الا درتو تما، قلت نشوف لنا كان ندير ريدو، ما عرفتش نتشاور معكم واش غيجي زوين ونريدو صافي. وانا نجيب هاد الحفل لهنا دابا ان شاء الله، ديك التلفازه اللي كانت عندي شحال هادي غنشوف الا جات، الا كانت غتصايب نديرها هنايا في الكوزينه نبقى نتفرج فيها، ما كانتش غنحيدها حتى هي باش نخوي ديك الدار. صراحه ولات عندي مرونه بقوه هذا صافي. وهاد الحاف جبتو لهنا، هاد الحاف راه باقا نقص منه، نقص منه واحد شويه باش هو صراحه ما جانيش مضيقه الكوزينه حيت الكوزينه عندي كبيره. درت فيها الثلاجه الفريغو، الماكينه اللي ما جاتنيش ولكن الماكينه نطلعها ان شاء الله للسطح ندير لها شي بلايصه في السطح يديرها ليا راجلي ودير ليها الخيط ديال البريز بقى تما نصبن، حيت هي اصلا غير ماكينه عاديه. وان شاء الله الا كتاب وجاب ربي الرزق وخديت ماكينه اوتوماتيك غادي نحيد هاد البوطه هادي وغادي ندير تما الماكينه اوتوماتيك وصافي وهنا ارتحيت فهمتوا صافي. ما بغيتش نبقى نكثر عليا البنات صافي، قلت لي غنشري كراسه وندير طابله تما، درت الحاف هنا وحتى راجلي عجبات والجلسه هنايا ولاو كيمشونيش للكوزينه. قلت الله الا الحيل احسن من العار حيت صراحه رونوا لي للدار هكذا الماكله تحيد صافي الكوزينه تزع عليك والله الا البنات عتي وليت. مازال الفطوره غير حطيتو تما وصافي، ومال الاكثر هي الفطوره. حتى دابا راك شفتو القهوه، القهوه ديالي شربتها تما، الغدا ولا كنتغداو تما، مازال العشاء باقي كيمشيو ياكلوا لي في الصاله. علاش؟ حيت دابا البرد وكيجي راجلي كيبغي يتفرج، يعني الراجل النهار كامل ما كاينش في الدار ونقول لي سير كول في الكوزينه تجي في الشكل. اما ان شاء الله راه صافي غير بدا يولفوا غتولي الماكله هنايا صافي. وجيت هنا كنغسل الكاسرونه حيت طيبت فيها الحليب صافي. راك شفتو الماعن ما صبحوش ليا كاع، والبراد، البراد اللي عمرت فيه ديال البارح هو اللي بقى ليا في الليل حيت راجلي كيجي عاد كيبغي اتاي صافي. البنات ما صبحاتش ليا الكوزينه صراحه ملونه صافي. وديك الشبيكه ولي دايره فيها المعالق كنحطهم فيها، وفي الصباح كنلقاهم ساقطين بلا ما كنمسحهم صافي وكنستفهم. والفران هذاك دايره مسكين ما بقيتش كنشعلو بزاف حيت ما بقاش كي بحال ما بقاش كحمر ليا، واش برد واش خسر والله ما عرفت. عاد خصني نبقى نخدمه صراحه، وليت كنخبي فيه غير شي حاجه هكذا، الا بقات كيكه ولا خبيز ولا هذا كنخشيه تما. ولا الطابله نفعتني البنات، وليت كنجلس في اللحاف ونقي خضيره، كنفطر كنتغدى كنشد التليفون كنجلس تما. البيسه زوينه كثر في رمضان غادي تجي زوينه.
هادوك السراب تيبانو لكم في الشرج مصبنتهم البارح بالليل وخليتهم تما، دابا غنحيدهم نتخرجوا مع الحبيه، لحد الحبل عندي في السطح، في السطح حتى انا في الشرج من برا غنديرهم صافي. والطابله ها هي وليت كنقي فيها البسطله، مازال ان شاء الله نشري لها حتى هي شي لعناب يكون زوين، وانا بلاتي تشوف هاد الكوزينه كنزيد نردها ان شاء الله نشري لها لعناب وهذا، ولا نشري شي تويب ان شاء الله نقدر ديال لعناب ونخيطو. المهم تنشوف ان شاء الله ندفعو نتي هذا، ولا صراحه نشري حسن واجد. المهم تنشوف ان شاء الله تيكونوا في شيخ مفضل زوينين، تيكونوا حتى في البال تيكونوا شي لعنابات هكذا ديال برا والله الا زوينين، تيكونوا راميين. هنا البنات صافي راه هاد الحاف ما غاديش ندير ليه هاد الطلامط هادو، حتى هادو زوينين غادي نخليهم حتى ان شاء الله نحتاجهم شي مره في هكذا، المهم نخبيهم وصافي. وغادي ندير غير واحد الطلامط عندي، طلامط الميطه اللي غتصبر ليا صراحه، وغادي ندير مخدات جوج باش يجوني ساهلين، تما نبغي نبقى نصبر يجوني ساهلين. وهاد السنه تاعهم ما غنخليهمش، المهم حتى نشوف هاد الحفا نقضي بيه هكذا. من بعد ان شاء الله تنشوف ليه هكذا، لقيت ليه شي تويب غا رخيص تيتباع في شيخ مفضل، تيكون بعد المرات غا 400 ريال المترو، نشري في شي لوين هكذا يكون هذا. هنا راه ملمطه بجوج طلامط، ولكن تا ديك الطلميطه شتها موسخه، شي حاجه تهرقات ليا حتى هي غادي نحيدها. من بعد البنات جيت لهنا، الطويجين ديالي هو كيتقلى مع راساتو كيتقلى. هنايا البنات كندير الماء، كنعمرو بالماء وكنخليه هكذا باش حتى لا نشف من الماء ما كيتحرق ليش، وكنميت عليه البوطه صافي. وهنايا كما كتشوفوا هذوك المخات هما غنخويهم، وهنا تقريبا والله يوميا البنات كنمسح هذا العود هذا، وخا تشوفوه في القهوي دغيا كي كنحس به كيتلمع، ما عرفتش كيتغبر، ضروري خاصني نمسحو. والله الا كنت باغا نصبغهم في البيض في الاول، وحق الله كيقولوا لي لا راه غادي يعذبك، بالعكس والله الا هذا القوي ولا يعذبني وصافي. وتما الطاوة فاش عجنت البارح جبتها من الفران غنغسلها، وفيها قاعده ما تجينيش نطيب فيها الخبز ولا غدا نطيب فيها. وهاد الفراخ تا هما زادوني هنايا كيوسخوا ليا بديك الماكله ديالهم كطيح ليا تما، عاد بغيت ندير شي مسامر يدقهم ليا راجلي في حدا الشرجم تلاكون، وبقى نعلقهم تما. كنت درتهم في الكوزينه مساكن بقاو فيا حيت البرد. وجيت هنايا كنجمع بيت النعاس ديالي، غيبانوا لكم المخاد درتهم حيت عاد نعمر هادوك يلاه نشفوا ليا، وهادي غادي نحيدها حتى هي غنعمرها وصافي. عندي الخصاص في الغشاوي، عاد بغيت نخرج لشيخ مفضل ان شاء الله غادي نشري لاناب اللي قلت لكم من الكوزينه. والله البنات عاد كيكونوا زوينين، واحد لانابات تيكونوا هكذا فيهم ديكورات ديال برا ديال الخارج، وكيكونوا غشاويت المخاد ولا احسن من جديد، وتيكونوا داكشي زوين. وانا بغيت انا نشري في الاحمر على حساب الكوزينه، دابا دايره في الاحمر. دابا ان شاء الله شي مره نديكم معايا، دابا راه كاين البرد وكيخرج معتمد مع الخمسه وما كنلقاش الوقت، ولكن ان شاء الله غنشوف شي عشيه هكذا ونهبط صافي. هنايا ست الكوفر اللي ومخيده ضروري في قاعده، خصني كلشي نجبدو نسوسو صافي. ودرت البطانيات كيتشمشوا ضروري، انا يوميا هاد لارونج مسكين دايره ليه بحال داك التليفونات ديال شحال هادي ديال القط واخا انا ما حضرتش ليه وكنت باقا صغيره، ولكن كنشوفو في الافلام المصريه عاد بيضو كحل كتجيب وحده باش تهضر، وبحال هكداك انا داك لارونج نهار كامل هو تابعني، ما عندنا البريزات بعاد وكنديه هدايا بالليل باش كنديرو يتشارجو، وكنحيدو بطبيعة الحال ما كنبيتوش، غير هكذا الا كان عندي المونتاج ولا شي حاجه كنجيبو حدايا وبقى حاطه، ونهار كامل غدا بالخيط ديالي راجلي كيبقى يضحك عليا. البنات كيبانو لكم اللعاب، فرشتهم المعتمد هنايا يومين هما كاينين هنايا من نهار اللي سيقت فرشتهم ليه وجلس كيلعب، وقال لك عافاك ما تجمعيهمش ليا، واليوم قلت راه نجمعهم هكذا يجي عندي غير شي حد، وخا صراحه قلت لكم ما كيجيش عندي شي حد الا الا كان عالمني فهمتوا، فقلت راه نجمع هذا الشيء وهذا. وكيبان لكم المونطو ديالي تما تسخرت الحوايج تما حطهم ليا راجلي غادي نديرهم. جيت للصالون كنسوسو ضروري البنات حيت كنتفرجوا فيه، راه قلت لكم كنتفرجوا فيه. ديك البطانيه ديال المعتمد كانت جابتها ليه صاحبتي من طاليان، هذيك عزيزه عليه كيتغطى بها ملي كيجي من المدرسه هي باش كيتغطى، واصلا ما كيبغيش يتغطى ليا، هذيك هي اللي مي كنغطيه بها ما كيقولش ما عزيزش عليه هو داك الغطاء وهذا، فكنحطها ليه غير تما مطويه وصافي.
صافي وجيت هنايا البنات جمعت الصالون نضرب واحد الشطيبه، راه قلت لكم عزيزه عليا الشطابه الحرشه راه ما كنتوارقش معاها، ما كتجيني في شكل ديك اللمامه، ديك اللمامه كنديرها غير في العشيه، اكثر الصباح خصني ضروري نشطب، الا ما شطبتش نكونش على خاطري. البنات جيت كنعجن، درت غير فرص الرطب، فرص الرطب غادي نقرص الخبز، غنقسمها على جوج، النص غادي نديرو خبزه واللي بقى ليا من العجينه غادي نديرو بيتزا للعشاء. هكذا كنبدا نفكر انا من الغدا كنفكر في العشاء. بعض المرات كنقول نقول لراجلي كنقول ليه شنديرو العشاء، تيقول لي انت تغديتي بعدا باش تفكري في العشاء. عرفتي البنات كنفكر في الصباح في العشاء، ما كنبغيش انا نبقى حتى العشيه عاد نبقى نقول شغندير العشاء، في الصباح كنفكر. فهنايا انا موعد الغداء صافي، درت البطاطا كتقلى، الطاجين ندير لها لاصوص والبصيلات شي تال العشيه، دابا ندخلها غير سخون بحال تحمري شي شويه ونخرجها. ديت معتمد غديتو ديتو المدرسه، غادي تبان لكم هذيك السطيله اللي كنصب اللي كنغسل فيها الحلفه، غتبان لكم راه فيها شي بحال شي حاجه قويه. المهم هذاك راه ماشي وسخ، هذيك راه صباغه قرصها ليا راجلي وبغات تحيد، قلت ندير ليها هذاك الديليو ونمسحها، عزيزه عليا ديك السطيله، فحيت راه من الفيديو الاخر بانت ليا قويه، وبقيت كنقول ياك ما وسخ فيها، ومي جيت نقلب لقيتها ماشي وسخ، صباغه. المهم البنات كيما قلت انا راه كنلاحظ، تنبقى كنبقى شحال من حاجه كنبقى نقول شنو هادي. المهم كما كتشوفوا البنات هنا جيت كنغسل الماعن الطاوه ديال الخبز فاش طيبت البيتزا، دوك الماعن باش حيت درت واحد شويه ديال البغرير العشيه باش نديرو كاسكروت، معتمد شها بغرير صافي، وهاد الكاسرونه هادي ديرها غير السليق صافي، هادشي اللي كاين البنات. تاهي خاصني نضرب لها شي حكه بجيكس صافي البنات، هادشي اللي كاين، وكوزينه غنجمعها باش هكذا في العشيه العجينه البيتزا حيدتها لي، باش العشيه ان شاء الله شمن العشيه راه هي هادي العشيه نيت، راه هي هادي باش غير نجيب معتمد وندير البيتزا طيب. والبنات اللي كيقولوا لي انا بقيت خوي البوطاجي، راه كنخويه راه كلشي كنحيدو، كنحيد الحك ديال هذاك اوني قرعه جافي كنهبطها لتحت، كلشي كلشي كنهبطو، قصريه كنغني كلشي مي ما كنشاركش معكم وقيلا بعض المرات لهاد الفيديوهات ديال مي كنسالي الماعن وهذا، اما هادشي كله كيتسقطا كيتمسح كيترجع للبلاكارات، حنا علاش درنا هاد البلاكارات والقصريه وكلشي كيتخشى لتحت، قرعه الزيت حتى حاجه ما كتقدر فوق البوطاجي. صافي البنات هنايا واحد شويه خصني نمشي نجيب ولدي، غسلت الماعن بحال الوقت كيطير الله يستر. وهنايا جبت معايا الفلفله، الفلفله الحمراء بغيت نشحرها هي والبصيله باش نديرهم في البيتزا، ولكن ماشي دابا، انا بغيت غنغسلهم ونوجدهم حيت حاشاكم الازبال مع الخمسه ملي كنكون هابطه كنهبطهم، بعض المرات كنساهم وكيجي راجلي عاد كيبقى يهبط فيهم، قلت والو غنشارك معكم هاد القهوه حيت البنات شافوهم في ستوريه في الفيس وشافوهم في تيك توك وسولوني انا كيفاش كدير هاد الكابيتشينو. البنات راه كندير غير صاشيه، بعض المرات كنصايب قرعه وكنديرها في الثلاجه، ولكن ديما كنبغي نشاركها معكم وكننسى. هنايا البنات درت غير صاشيه ونص ديال النسكافي ومعلقه كبيره السكر ومعلقه كبيره الماء. لا راه مشارجي تشارج مزيان صافي البنات. هنايا معتمد كيقول لي ياك ماما حيدتي لي طابليطي من الشارجور حيت قال لي خليه ليا يتشارجا وما خليتوش ليه هاك، سمح لي يا حبيبه. وصافي البنات ها هي درت قهيوه، وهنايا دي قهيوه ديالي، هذه راه غير الكاس هو مقشر هكذا، وهذه قهوه ديال المعتمد، ما كنعطيهش قهوه ديما، ولكن ملي كندير هاد اللعيبه هادي كابيتشينو كتعجبو بزاف، كنزيد لي عليها شويه ديال الشكلاط، كابيتشينو ديال الدراوس ديال لاكريم، المعتمد تتعجبو ديال لاكريم، قالك ديال لاكريم كيحماق عليها.
المهم البنات نخليوكم دابا مع هاد بغرير احماما منا هو خاص هضر خاص نهضر ومنبانش مرة تبان ماشي مشكل انت قريب تكبر قريب تكبر تبقى تبان معايا لا الله يسر من ياس من ياس الله يسر الله يسر ايوا الله يسرنا في الدنيا ولدي قبل الاخره هذاك البنات صافي غير درت الكوتي انا ومعتمد وبقينا كنتعاودوا وتنتفرجوا انا وياه في واحد المسلسل تركي صافي كيديروا مع السونس وهنا درت صراحه كتعجبني هاد لاصوص انايا على لاصوص اللي كان طيب ما عرفتش المهم وصافي ودرت البصيله ودرت الطون وصافي وغادي ندير ديك الفلفله الفلفله راه كنشحرها البنات كتعجبني انا مشحره وماشي كنخليها حتى كتحرق غير كتحمرك الشو بقى في نفس اللون ديالها صافي وغادي نزيد الطون الزيتون ما درتوش صراحه عجزت عاد نمشي نجيب الزيتون حتى لهنايا وتفكرت وقلت صافي بلا ما نخرج صافي وهنايا البنات غادي نديرها تحمر باش غير دير ديك جويه 8:30 نعطي المعتمد يتعشى صافي هادشي اللي كاين البنات نتمنى البنات يعجبكم الروتينات ديالي وكنحاول مره نشارك معكم وصفات وتا هكذا البنات تا فهاد الروتين البيتزا ديالي البنات والله جات غزاله مع كرستها بالسميده الرقيقه ونقصها غير من العجينه والله الا جاتني غزاله قال لي راجلي درتيها بحال كناكلوها في الزنقه قال لي زوينه المهم انا غادي نقول لكم بالسلامه عليكم ما تنساوش لي لايك وشكرا لكم بزاف